بسم الله. برنامج اوتوكاد برنامج حسابات وفي ادوات بتقل ان انا اعمل نمذجه فاقدر ارسم زي ما انا عايز بالشكل دوت مثلا، وبعد كده سكيب عشان اخرج من الامر، وتقدر تحط مثلا سماعات، ادوس كنترول عشان احط سماعه عاليه شويه. في بعض البرامج الاخرى بتعمل حسابات بس، وفي بعض البرامج الاخرى بتعمل نمذجه بس، وده يعني عشان كده احنا محتاجين ان احنا نتبادل الشغل بين البرامج. فمثلا ممكن تكون في برنامج ما بيعملش كوادرنج بيعمل حسابات، فاخد الشغل من الايكوتكت اوديه هناك، او البرنامج ده بيعمل الاثنين بس على اساس ما اقعدش اكرر الشغل، لا انا ممكن اعمل شغل في اي واحد فيهم واعمل تبادل بينهم. اقدر من الايكوتكت اقول له امبورت واعمل امبورت الموديل، او اعمل امبورت ال 3 دي كاد جيومتري، تقدر تصدر من الريفت دي اكس اف وتستورده من هنا. اكسبورت تقدر تصدر موديل او تصدر اناليسيس تول او تصدر ايمج، وممكن تعمل امبورت او اكسبورت. اكسبورت اهوت هتلاقي امتيازات كتير جدا هو بيصدرها، تمام، زي ال VRML اللي هي Virtual Reality Modeling Language، تقدر تصدر الشغل بتاعك، تمام، مجرد ان انت تقول له عايز اصدر للامتداد دوت، او تقول له انا عايز اصدر للريديانس او البي او اف راي. البرامج دي كلها حسابات للصوت والضوء، وعندي الاوتوكاد دي اكس اف اللي هو دروينج اكسشينج فورمات دي اكس اف، ده تقريبا كل البرامج شغاله بيه، لان هو صيغه توافقيه او صيغه تبادليه بين البرامج بتاعه الكاد. لو انا عايز اصدر واعمل حسابات سي اف دي، فاقدر اصدر للامتداد سي اف دي اهوت، تمام، تقدر تشغله من اي برامج السي اف دي او الوين اير السيرمال الانرجي بلس الاي اس بي 4 الدي او اي سي اف دي، برضو الجي بي اكس ام ال جرين بيلدينج اكستند مارك اب لانجويج، وده برضو تقدر تشتغل بيه على الهاب، تقدر تشتغل بيه في الريفت تتبادل المعلومات. فكل امتداد تقدر تصدر الشغل بتاعك وتقدر تجمع الشغل بدل ما تعيد الشغل. يعني ممكن يكون عندك بند كبير حقيقي، فبدل ما كل شوية تعيد الشغل تقدر تاخد المعلومات كلها وتتبادلها بحيث تبقى متوافقة، أو هي نفس المعلومات اللي موجودة في البرنامج دوت هي اللي موجودة في بقية البرامج.